سلام زوينات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوة، ثلاثة تشكيلات البنات بمقادير بساط ساهلين، ما غاديش تكلف عليك اكثر. زوينة بزاف، تشكيلات غزالين والمذاق روعة. كما كتشوفوا هنايا المقادير البنات، درت ريطه ديال الزبده وزدت عليها كاس ديال السكر كلاصي، وعندي تما كاس ديال الزيت. كتجمعي السكر كلاصي بعدا مع الزبده مزيان حتى كيندمجوا مزيان. كتزيدي عليهم كاس ديال الزيت. عندي تما خماره بيضاء وخماره حمراء، وعندي دانون فاني. غنجمع المكونات البنات كاملين. كيجي المذاق صراحه غزال، تشكيله زوينين. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وانا اكيد غادي يعجبكم. درت واحد شويه ديال الملحه، كتجمعي المقادير مزيان. دانون ديال الفاني، كيجيو غزال البنات. نتمنى انكم تجربوهم، اقتصاديين. كنوجد هاد الحلوه لواحد المناسبه، تبعوا الفيديو باش تعرفوا ديالاش. عندي تقريبا البنات كيلو ديال الطحين، غادي نبقى نزيد شويه بشويه حتى نجمع العجينه مزيان. ومن بعد غادي نقسمها على ثلاثة، حيث غندير ثلاثة ديال الشكيلات، وكل شكل غادي ندير له واحد النكهة خاصة. غندير كاوكاو مالح، خذوا واحد جوج دراهم. كيجي المذاق ديالو مع السكر كلاصي غزال البنات، واحد المذاق رائع. انا بعدا كيعجبني، وكل واحد والذوق ديالو. والنكهه ديال الفلون، والنكهه ديال الفيرميسيل، كيجيو غزالين. وكيبقاو الاشكال على ذوقك انتي والشكل اللي بغيتي. خليكم معايا حتى الاخر تشوفوا الشكيلات اللي صايبنو. هنايا راني كنصايب كاوكاو المالح، كيجي غزال البنات. تبعوا الفيديو وما تنساوش الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي، ديروا لايك واشتراك وتعليق للفيديو، والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنشكركم على التشجيع ديالكم بزاف بزاف، والله يخطيكم عليا. البنات كما سبق لي قلت لكم ديال الفلون، عاود غندير نفس العجينه الثانيه اللي قسمت. كيجي غزال، غنجمعو حتى هو وغادي نديرو على شكل اخر.
تواجه مذاق غزال. والله بالنسبة للفلون اللون اللي بغيتي والمذاق اللي بغيتي انت اللي كتستعمليه. انا استعملت هذا غزال حتى هو وكيجي زوين. هنا البنات عاوتاني ديال الفيرميسيل كنجمعوا العجينه مزيان عاودو كنشكلوها على الشكل اللي بغيتي. هنايا شكل ديال الهلال كيجي حتى هو غزال. هنا البنات هما الشكيلات اللي صايبت غزالين وزوينين في المذاق. نتمنى انهم